إذن السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم امتحانات ومباريات. اليوم إن شاء الله غادي نعرفوا ماذا يجب علي مراجعته بالنسبة لمباراة التعليم لمادة علوم التربية ومستجداتها. بالنسبة للغة العربية واللغة الفرنسية والعلوم الرياضيات راه وضعتهم على القناة، يعني الدروس التي ينبغي مراجعتها لمباراة التعليم، وكل واحد في هذوك الدروس إن شاء الله غادي نشرحه بوحدو وناخذ أمثلة من الامتحانات السابقة إن شاء الله، غنوضعهم على القناة في القريب العاجل إن شاء الله. بالنسبة للعلوم التربية، واحد النقطة نبي نشير ليها، بالنسبة سواء بالنسبة للابتدائي أو التخصص، يعني كيكون نفس التوصيف، أما بالنسبة للامتحان كيكون اختلاف، ماشي ما تيكونش بحال بحال، يعني كيكون واحد الاختلاف بسيط، يعني كيكون فيه هو وضعية متعلقة مثلا بالثانوي الإعدادي، وبالنسبة للابتدائي كيكون وضعية مثلا اللي هي متعلقة مثلا بالابتدائي. وقبل ما نبدأ هذه المحاور التي ينبغي مراجعتها بالنسبة لعلوم التربية، فكنتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وديروا لايك، وإذا كان شي تساؤل ديروا لنا في التعليق إن شاء الله. بالنسبة للمحور الأول هو علم التدريس، يعني غادي يكون في واحد مجموعة من الدروس بعض المفاهيم التربوية، يعني الجهاز المفاهيم اللي غادي يكون في علوم التربية، أركان علم التدريس، شروط علم التدريس. المحور الثاني غادي يكون نظرية التعلم، يعني النظرية السلوكية الجشتالتية البنائية السوسيو بنائية المعرفية التحليل النفسي الذكاءات المتعددة. بالنسبة للمحور الثالث هي كفايات التدريس، يعني التخطيط، يعني تعرف التخطيط المفهوم ديالو الانواع ديالو الى اخره، التدبير او التنفيذ. هنايا سواء لقيتي المصطلح ديال التدبير او لقيتي التنفيذ راه نفس المعنى، نفس الشيء. ثم التقويم، وتعرف شنو هو التقويم الانواع ديالو الى اخره. ان شاء الله غادي ندير كل محور في هادو غندير فيه درس ان شاء الله بالامثله من الامتحانات السابقه. المحور الرابع طرائق التدريس، الطريقه الالقائيه الحواريه العصف الذهني الاستنباطيه الاستقرائيه حل المشكلات، وهاد حل المشكلات هي اللي موظفه حاليا بزاف، يعني نقلبوا نحلوا المشكلات اللي كتواجه المتعلم بطبيعه الحال. خامس، يعني المحور الخامس هي مقاربات البيداغوجيه المضامين، ثم الاهداف، ثم مقاربه الكفايات. المحور السادس هو تعرف واحد السياق تاريخي لاهم الاصلاحات التي عرفتها منظومات التربيه الوطنيه، يعني واحد كرونولوجيه تاريخيه، يعني منذ الاستقلال تعرف المبادئ اللي تاسس عليها التعليم الى اخره. وان شاء الله غادي ندير فيديو في كل محور في هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم. الميثاق الوطني للتربيه والتكوين، المخطط الاستعجالي، الكتاب الابيض، الرؤية الاستراتيجية. غنبغي نضيف واحد النقطة هنا أيضا، بالنسبة لهذه السنة غالبا غادي يكون وارد في الامتحان يعني التعليم عن بعد، يعني هذه التجربة بالنسبة لهذه الظرفية اللي عرفها العالم كامل، يعني أغلب الدول اتجهت لهذه الطريقة هذه أو لهذا النمط من التعليم، يعني التعليم عن بعد، يعني غادي يكون فيه، يعني تعرف شنو هما الإجراءات اللي دارت الوزارة، شنو هما التحسينات اللي خصو، يعني واش تحقق مبدأ تكافؤ الفرص ما بين المتعلمين في المجال الحضري والقروي الى اخره. وتعرف بان الوزاره مثلا وظفات واحد مليون كراسه بالنسبه للدعم، يعني المناطق اللي ما عندهمش تغطيه ديال الشبكه وما عندهمش التلفاز، يعني بحال هاد النقط هادو اللي تعرف باش ملي كتكون كتجاوب، ملي كتكون كتجاوب على السؤال يعني كيعرفوا بانك راك متبع المجال وعندك درايه بالمستجدات. ثم المحور السابع يعني الديداكتيك، التعريف ديالو، الديداكتيك العام الديداكتيك الخاص. ثم الثامن، المحور الثامن هو المنهاج الدراسي الجديد، يعني تعرف شنو هو الفرق ما بين المنهاج الدراسي القديم والجديد، الاختلافات اللي كاينين الى اخره في الوحدات الى اخره. المحور التاسع الحياه المدرسيه، يعني التعريف ديالها، المكونات ديالها، الفاعلون والشركاء في الحياة المدرسية، الآلية ديال التفعيل ديال هذه الحياة المدرسية. إذا هادو هما أهم المحاور
التي ينبغي مراجعتها لمباراة التعليم بالنسبة للعلوم التربية والمستجدات ديالها. وفي الأخير كنشكركم على المتابعة، وكنتمنى أنكم ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس وتبارطاجيو مع الإخوان ديالكم لكي تعم الفائدة. والله يوفق الجميع. تحياتي.